الو، بونجور، بونجورك يا غالي. كيفك مستر؟ ايه تفضل. نحن شركة تختص بفحص الماء، ايه بنعمل لك لابوك فحص للماء مجاني، بتطمن فيها على ميتك اذا فيها كلور كلس او بكتيريا. تعملوني فحص ماي؟ نعمل لك فحص ماي لتطمن على ميتك اذا فيها كلور كلس او بكتيريا. تعملوا لي فحص ماي؟ طب ما بدكمش تصوروني سكانر بالاول، لشو بدنا نصور لك سكانر؟ انه فحص ماي بالمعدة او شيء، ما مش مريض. نعم، مش مريض، فكرت انه صورة انه انا مريض. لا الحمد مش لله. فحص لإلك، لمين لك؟ بنعمل لك فحص للماي الموجودة عندك بالبيت. وما عنا كل يوم بنشطف والبيت نضيف. مسيو، مش لحتى تشطف، لحتى نعمل لك فحص ماي لماي الشرب والخزان. انا اقول لك شغله، انا بشتري ماي صحه بشرب. ايه، ما نحن هيدا اللي بدنا نفحصها، ماي طب الصحه. اشتري اني انت ماي من عندك، فحصي وبعتي لي النتيجه احسن ما تتعذبي لعندي. لا، ونحن ما بنتعذب، نحن واجباتنا بنعملها. على راسي يا غالي. انت شو اسمك؟ نعم، انت شو اسمك انت؟ انا اسمي مايا. مايا. وماي انت مايا وماي بوتاسيوم بيتسموا. ولا بوتاسيوم؟ نعم، نعم نعم شو قلت لي؟ عم اقول لك انت اسمك مايا. شو مايا؟ مايا شو؟ مايا شو يعني؟ مايا اسمي مايا. عراس. ميرسي، تسلم. هلا بهمك نمرق نفحص لك الماي او لا؟ وتعالوا وافحصوا الماي، واهلا وسهلا فيكم. ميرسي، بدي عزبك تدلني على عنوانك. لاقول لك وين عنواني. انت بس تطلع على البنايه لعنا، مش اول خزان ولا ثالث خزان، هو بنص السيد خزان. ميرسي، انا ما بدي اعرف اي خزان. شنا نعمل؟ شنا نشرب؟ نعم. لحظة، أنا ما بدي أعرف أي خزان، بدي أعرف أنت أي بيت، وين عنوانك؟ سجدة عندي، يلا. نزلت حسن بوكسي برني بواد الغمام. وين؟ برني بأي؟ بواد الغمام، نزلت حسن بوكسي. شو بقى عم تضحك؟ وين وادي الغمام؟ ما في وادي الغمام.